أعزائي المشاهدين، أهلا بكم مرة تانية وآخر فقرة لينا النهاردة في ابتسامتك صحة. وتسمحوا لي أرحب بضيفي اللي موجود معايا في الاستوديو، دكتور أسامة فكري، رئيس قسم التغذية الإكلينيكية بمستشفى دار الشفاء. هنتكلم عن الصوم، ازاي الصوم ده احنا بنجوع فيه جسمنا عن الاكل، وكمان بنعطش فيه جسمنا عن الميه، لكن ليه فوائد كتير على جسم الانسان. وعاوزين نوصل لي او نعرف ايه هي العادات السيئه اللي في الاكل بتاعنا في الشهر الكريم، ازاي نتفاداها، وازاي نكتسب عادات جيده من هذا الشهر ونكمل بيها بعد كده. برحب بيك مره تانية دكتور. اهلا وسهلا دكتور تامر. اسامه، وكل سنه طيب ورمضان كريم. طيب يا فندم، وحضرتك والساده المشاهدين جميعا طيبين. هنبدا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم، صوموا تصحوا. تمام، عاوزين نعرف من حضرتك الصيام وفوائده على جسم الانسان. طبعا يا فندم، هو يعني زي ما حضرتك قلت كده، الصيام بشكل عام الشق الروحي او الشق الديني طبعا ليه فوائد كتيره، وفي ناس كتيره احسن مني يتكلموا في القصه ديت، لكن انا هتكلم من الناحيه العلميه. يعني خليني من الاول ابدا بسؤال، هو احنا بننام ليه؟ يعني ليه بيبقى في فرق في النوم، يعني في الصحه، ما بين الشخص اللي بينام كويس او الشخص اللي مش بينام كويس؟ خلاص، الراجل اللي عنده انزوميا مثلا بيبقى عنده مشكله. هما بشكل نظري، طبعا بشكل نظري، اثبتوا فيسيولوجيا انه الناس وهي نايمه بتخلص من الحاجات اللي بتطلع من الميتابوليزم، من التمثيل الغذائي اللي بيحصل، او ما بين قوسين الحرق اللي بيحصل على مدار اليوم، من كل الاغذيه، من كل الاكل، كل الاضطرابات اللي بتحصل، بيبقى في بيتراكم كميه من الخوارج او السموم اللي بتبقى موجوده على مدار الجسم، وبتبقى فرصه النوم فرصه ظريفه جدا انه الجسم يشتغل، لانه طبعا حضرتك نايم لكن جسمك شغال من اخراج من كل حاجه، بيحاول ان هو يفلتر الكلام ده كله. تاني يوم حضرتك سوري بتخش التويليت والموضوع بينتهي على كده. فهم فكروا طب ليه احنا ما نعملش اكستنشن، نمد الفتره ديت، نعمل صوم. القصه ديت كان معنيين بيها الناس، يعني الناس المختصين بامراض الشيخوخه او باللونجيفيتي اللي هو طول العمر ان صح التعبير. يعني لقوا ببساطه، طبعا هو الكلام ده دراسته على البني ادمين صعب، لانه متوسط عمر البني ادم طويل انك تشوف دراسه عليه على مدار عمره، لكن في فئران المعمل مثلا الموضوع بسيط، لان عمرهم بيبقى ممكن يبقى اسابيع مثلا. لقوا ببساطه شديده انه الفئران اللي بتصوم بشكل يوم ويوم لا، بس الاكل بتاعها ما يبقاش اكل، يعني ثبتوا الاكل في المجموعتين. تمام. الناس بتاكل كل يوم، او فئران بتاكل كل يوم، وفئران بتصوم يوم ويوم لا. التجربه ديت لقوا ان الفئران اللي بتصوم يوم ويوم لا بيعيشوا اطول بكتير جدا من الناس اللي ما بتصومش، من الناس اللي ما بتصومش بتفطر كل يوم، بشرط انه يبقى فيه مايلد اكسرسايز، انه يبقى فيه شويه حركه موجوده او رياضه بسيطه اثناء فتره الصيام او اثناء الصيام بشكل عام. خلاص، يعني حضرتك عاوز تقول ان ممكن الصوم ده يفيد الانسان ان هو يطول في عمره مثلا؟ طبعا هو طبعا فعلا ده امر الله، بس يعني بشكل علمي بحت، هو دوت بيحسن من صحته. تمام. وبالتالي هو لما صحته بتتحسن المفروض ان هو بيعيش بشكل افضل، ففرصته علميا برضو، طبعا هو كله بايد ربنا زي ما حضرتك بتقول، علميا فرصته في طول العمر بتبقى اطول. الكلام ده مثبت في تجارب المعمل، واخر دراسه كانت في القصه دي في جامعه ميسوري، كانت في امريكا 2008، والدراسات على الموضوع ده من سنه 45 شغاله، يعني اتعمل اكتر من دراسه كبيره. يعني بيحفز مثلا من عمل اعضاء الجسم او الاجهزه بتاعه الجسم نظريا يا فندم. نظريا زي ما اتفقنا، هو يعني مثلا حضرتك مثلا في دلوقتي تسمع عن البرامج بتاعت الديتوكس، الديتوكس ديت اللي هي بتعمل ديتوكسيفيكيشن، يعني بتزيل السموم، يعني انت تروح مصحه ويقعدوا تقعد معاهم مثلا اسبوعين ثلاث اسابيع يعملوا لك ديتوكس، ياكلوك اكل معين، يعملوا لك بروجرام بشكل معين، عادات معينه موجوده من اول اليوم لاخره، ويقول لك احنا ازلنا لك السموم اللي انت بتعملها من السجاير ومن الجانك فود اللي انت من الاكل السريع اللي انت بتاكله والدهون، وازلنا لك السموم ديت، ودلوقتي التحاليل بتاعتك بقت افضل بشكل كبير. الديتوكس دوت اللي هو دلوقتي بيقولوا عليه الكالوريك ريستريكشن، اللي هم يقللوا السعرات الحراريه بتاعتهم، لقوا ان هو مصاحب بازاله السموم ديت فعلا، ومعامل الالتهاب اللي بتبقى موجوده في الجسم بتتنقى بشكل كبير جدا، وبالتالي بينعكس بالايجاب على صحه البني ادم بشكل كبير. يعني الصوم هيقلل السموم اللي في الجسم، فبالتالي هيؤدي الى بالظبط. بس معلش، يعني خليني اتحفظ برضو، تصرف الصائم يفرق بشكل كبير. يعني ما ينفعش مثلا ان انا بكون بصوم
ربنا سبحانه وتعالى، او مثلا انا بدي نفسي فرصه ان انا اخلص من السموم ديت واجي افطر مثلا على سيجاره مثلا او جانك فود، اكل سريع. طب انا بجيبه لنفسي يعني، انا يعني بخلص من القصه ديت وباجي افطر، يعني بضيع الفرصه الثمينه اللي هي بتحصل ديت، فدي طبعا حاجه ما بتبقاش صح يعني. لكن يعني مثلا في ماده بتفرز، هي ماده شبه هرمونيه اسمها دي اتش اي اس داي هيدرو اي بي اندروستيرون، دي بتبقى موجوده في الجسم وبتبقى مرتبطه بشكل كبير بالصحه الافضل، الشباب الدائم، وبتتباع اوقات بشكل سبلمنت مكملات غذائيه بحيث انها تحسن صحه البني ادم دوت. لقوا ان هو اثناء فتره الصيام النسبه ديت، نسبه الهرمون ده بيزيد في في الدم خلاص، يعني انت ممكن لو سحبته تلاقيه عالي وسط الناس الصايمه خلاص. ولقوا انه الناس اللي هي ممكن تاكل حاجات غنيه بالالياف زي الفاكهه والخضار والسلطه والكلام من ده بيزيد في الجسم على مدار 5 ايام بس، بيزيد ممكن بنسبه 20%. فتخيل انت لو جمعت الاثنين مع بعض، يعني واحد صايم ومهتم في الفطار بتاعه بالخضار وبالفاكهه وبالحاجات الغنيه بالالياف، الدي اتش اي اس دوت هيعلى بشكل كبير جدا، وطبعا دوت ليه مردود ايجابي جدا على صحه البني ادم دوت. يعني الصوم بينظف الجسم وبينقيه من السموم وبيطلع مواد مفيده، بس بشرط ان احنا يكون اكلنا صح في الفطار. مظبوط، وده اللي هساله لحضرتك بقى. تمام، الاكل اللي موجود على الترابيزه قدامنا في الفطار يؤدي الى بقى ان ما نستفيدش من الصوم او من فتره الصوم اللي احنا قضيناها. بالظبط يا فندم، يعني انا عندي مثلا العيانين بتوعي مثلا اثناء فتره رمضان، اذا كان سكر، اذا كانت سمنه، اذا كان ارتباك في الدهون في الدم، زياده في الكوليسترول، للاسف انا ببقى قلقان جدا من شهر رمضان. مع انه زي ما شرحت لحضرتك دلوقتي هو فرصه هايله جدا ان احنا نسيطر على الحاجات دي كلها، لكن انا ببقى قلقان جدا في شهر رمضان. ليه؟ لانه الشخص وهو صايم بيبقى جعان ومتخيل انه يعني من حقه او ان هو المفروض بقى ياكل بقى زي ما هو عايز بقى وكل الدهون. وشهر رمضان مثلا مشهور عندنا بالحلويات، لان احنا بيحصل ان السكر عندنا بيقل اثناء فتره الصيام، فبيبقى فيه كريفنج، بيبقى فيه رغبه ان احنا ناكل السكريات والكلام ده كله. فطبعا كل الكلام دوت بيبقى موجود على فتره على مائده الفطار. اول حاجه ان احنا بنتعمد ان احنا ندبها مره واحده سنجل ميلز، يعني ناكل الفطار مره واحده. طبعا ده بيحط الجسم في وضع استثنائي جدا في الميتابوليزم، في الحرق بتاعه، يخلي ما فيش فقدان للدهون بشكل صح، يخلينا الحرق بتاعنا تقريبا يقف، يخلي الكوليسترول بتاعنا يعلى، يخلي الناس اللي عندها سكر السكر بتاعها يتلخبط خلاص. المفروض ان احنا ندرجه، المفروض ان احنا كل شويه ناكل حاجه، يبقى يعني على فترات سمول فريكوينت، يعني وجبات قليله على مدار فترات بعيده لحد وقت السحور. كمان برضو قصه السكريات، يعني خلينا اكلم حضرتك عن دراسه كانت نشرت في الدوريه الامريكيه للتغذيه في 2006، لا حاجه غريبه جدا، يعني احنا دايما كنا بنظن ان الشخص اللي هو بعد ما بيفطر دماغه بتتقل او بيبقى عايز ينام او عايز يريح او كلام من ده دوت، لانه الدم بيتسحب وبيوصل لحد المعده، فالمخ بيبقى محتاج ان هو يريح. لقوا حاجه غريبه، لقوا ان السكريات اللي احنا مشهورين بيها طبعا في رمضان لما بتزيد بتروح للمخ وبتزود حاجه اسمها التريبتوفان، وده بتزود السيروتونين، بعد كده في مواد بعد كده بتعلى بتعمل موضوع استرخاء. طبعا انا بنصح الناس كلها انه على الفطار ما ياكلش، لانه بعد كده هينزل وهيبقى اكتف وهيروح، هيروح مدروخ تماما يعني. اذا كان ولا بد، يعني انا ما انصحش طبعا بقصه الحلويات، اذا ما كان يبقى بعدين شويه، بعدين اخرها شويه. يعني عاوز اقول للناس ما تبوظوش الصوم بالفرصه في جسمك بالعادات السيئه اللي احنا بنعملها على الفطار. هل دكتور اسامه ممكن تستغل الصوم في علاج بعض الامراض؟ يعني مريض عنده مرض عضوي ما، حضرتك هتبقى مبسوط قوي ان هو يصوم عشان المرض ده يعني تحاول تسيطر عليه حتى. بص يا فندم، هو زي ما قلت لحضرتك بشكل عام بشكل نظري تماما، الصوم هو فرصه كويسه للسيطره على معظم امراض الميتابوليزم او التمثيل الغذائي. بس يعني زي ايه يا دكتور اسامه؟ يعني مثلا يعني زي ما قلنا من شويه مثلا الدهون خلاص، الدهون، ارتفاع الدهون في الدم، السكر، حتى الناس اللي عايزه تخس بشكل عام، يعني الناس اللي عايزه تفقد وزن، الصيام يعني ممكن استغل الصوم في ان انا اعالج السمنه. بالظبط، بس يا فندم كل ده برضو بيعتمد على الشخص اللي هو بيصوم وتصرفه اثناء فتره الفطار. يعني خلينا اكلم حضرتك عن دراسه لسه منشوره في ايران خلاص، ايران في 2013 خلاص، اهتموا يعني هم لقوا ان يعني الصايمين لما بيتصرفوا بشكل ثابت بشكل صحي بيخسروا الوزن، لكن لقوا حاجه غريبه، لقوا ان خسران الوزن دوت اوقات ما بيكونش صحي في كل الناس
خلاص. لقوا يعني مثلا للاسف ناس كتيره بتظن بشكل خاطئ ان هو من الجيد ان هو يفقد كتير من الوزن بتاعه اثناء الاسبوع او اثناء مثلا فتره قليله 3 4 كيلو في الاسبوع، ودي حاجه كويسه. للاسف ده مش صح، لانه كتير من الوزن اللي حضرتك بتخسره دوت بيبقى عضلات، والعضلات ديت المطبخ بتاع الجسم، الجزء اللي احنا بنحتاجه في التمثيل الغذائي، بيحصل في وير اند تير، يعني بتبقى حاجه كويسه. فلقوا حاجه غريبه جدا، لقوا انه الصايمين اوقات كتير بيخسروا دهون، بيخسروا اسف وزن من جزء العضلات بتاعهم، جزء العضلات دوت. طبعا دي حاجه كويسه. ولقوا انه في فقدان للكالسيوم بشكل اساسي وسط الصايمين دول بالذات اللي مش بيتحركوا. ولاول مره اثبتوا انه كل ما السن بيكون اقل، كل ما فكره الحرق او فكره فقدان الوزن بشكل صحي بتكون اعلى. وكل ما يعني لقوا ان في فرق في الجنس برضو، يعني كل ما بيكون راجل كل ما فكره فقدان الوزن دي بتبقى شكل اصح، لكن لما بيكون السن اكبر او سيده بيكون فقدان الوزن دوت اكتر من ناحيه العضلات. وعشان كده احنا بننصح الناس دي كلها انه يكون في حركه اثناء فتره الصيام، ما يكونش الصيام حجه ان احنا نفضل قاعدين طول الوقت ما نتحركش. لا، انت كده بتعرض جسمك لفقدان كالسيوم اكتر من غيرك، دي حاجه. الحاجه الثانيه، انت كده بتتعرض لفقدان وزن مش صح، ده لو حصل فقدان وزن. يعني انا ممكن حضرتك اللي انا فهمته من حضرتك ان احنا ان حضرتك ممكن تستغل الصيام ان تعالج بيه السمنه اللي موجوده، تمام، ولكن في شروط، تمام، اهمها اللي حضرتك قلت عليها الحركه، تمام تمام. لكن الامراض الثانيه، في امراض برضو نفس سؤالي، ممكن حضرتك تستغل فتره الصوم ان هي تحاول حضرتك تسيطر بيها على هذا المرض؟ وهل هتحط نظام غذائي للمريض ده في الفطار وفي السحور عشان يبقى فعلا فعلا الصوم فاد هذا المريض؟ بالتاكيد يا فندم. يعني مثلا من ضمن الحاجات اللي زي ما قلت لحضرتك انها ممكن تستفيد جدا السكر. السكر لقوا ان الصوم وتدريج الاكل من وقت الفطار لحد السحور مع تقديم اكل احنا مشهورين بيه مثلا غني بالالياف اثناء الصيام زي البقوليات مثلا، الفول، خلاص، ده بيزود حساسيه الانسولين وما بيخليش فيه سبايكس في السكر، يعني السكر ما بيعلاش مره واحده، يعلى بشكل تدريجي، وبالتالي ما يعمليش مشكله، يعني انا اقدر اسيطر على السكر دوت او اضمن ان هو ما يعلاش ولا يصاحب بقى بمشاكل تانية كبيره زي المشاكل اللي ممكن تحصل في الاعصاب، المشاكل اللي ممكن تحصل في الكلى، المشاكل اللي ممكن تحصل في الريتنا في الشبكيه، الكلام ده كله. فطبعا السكر طبعا بحط له نظام وبكون مهتم جدا ان هو يكون فيه فواكه وانه يكون فيه الياف غنيه وبشكل تدريجي مع احترام طبعا فكره السوائل من الفطار لحد السحور. وطبعا ده ممكن يبقى ليه مردود ايجابي جدا. وبعض العيانين الملتزمين جدا اثناء رمضان بلاقي ان الهيموجلوبين السكري بتاعهم من اول الشهر لحد اخر الشهر بيتحسن ازيد من درجتين، وده هايل جدا يعني. لكن بنظام غذائي حضرتك هتحطه لهذا المريض. بالظبط يا فندم، وبيختلف من مريض للتاني تبعا للحاله الاكلينيكيه بتاعته وتبعا للعلاج اللي هو بياخده. يعني برضو العلاج هيتظبط بطريقه معينه؟ اكيد يا فندم، اكيد. تمام. لما بيحصل حساسيه الانسولين انا في الوقت دوت والموضوع ده انا بضمنه وبشوفه بحتاج نسب اقل من الانسولين اللي هو بياخدها. العام بيلاقي بعد فتره بيلاقي ان الانسولين اللي بياخده بيدوخه، مش عارف يركز، مش عارف، بيلاقي السكر بيقل، بنبدا نقلل له الجرعه، وده في حد ذاته مكسب طبعا. طب بالنسبه لمرض السكر، في مريض سكر حضرتك تقول له ما ينفعش ان انت تصوم؟ اكيد يا فندم، في ناس طبعا، وطبعا دي حاجه يعني حاجات مختلفه جدا من عيان لاخر. يعني الشخص اللي هو السكر بتاعه متلخبط، الشخص اللي هو للاسف حصل مشكله في الكلى مثلا نتيجه السكر فترات طويله فطول الوقت بيخش الحمام، الشخص اللي السكر بيعطشه بزياده بشكل مرضي لان هو طول الوقت بيفقد سوائل، الشخص اللي هو ممكن يكون الكلى حصل فيها مشكله لدرجه انها بتسرب بروتين بشكل كبير. طبعا يعني دي موضوع فاريبل جدا، ولازم الدكتور يكون يعني دكتور المريض دوت مشترك معانا في القرار دوت ان هو فعلا السكر بتاعه غير متسيطر عليه، وفترات طويله من الصيام هتضره او من عدم الاكل هتضره اكتر ما هتفيده. يعني بكتير. لازم يسمع كلام الطبيب. بالتأكيد فهم. وفي رخصه طبعا ربنا سبحانه وتعالى. بالظبط بالظبط. تمام. في ادويه معينه لمرضى معينين بيعانوا من امراض مزمنه برضو حضرتك هتقول لهم لا لازم تاخد العلاج بتاعك وما تصومش؟ يعني أدوية معينة لأمراض معينة لازم المريض ياخده في الصبح ياخد وبالليل ياخد هذا العلاج، فبالتالي هتقول له لا ما ينفعش إن أنت تصوم. والله يا فندم بص حضرتك، هو يعني مثلا في أدوية مثلا بتبقى كل 12 ساعة، خلاص احنا إلى حد كبير ممكن نقسم الكلام دوت ما بين فترة الفطار وفترة السحور. لكن يعني طبعا الدكتور الحاله حسب التخصص بتاعه طبعا، يعني انا مثلا بما اني اخصائي جهاز هضم وكبد فانا ما عنديش ادويه قوي ممكن تعمل مشكله في القصه ديت، يعني ممكن تتقسم على 12 ساعه
ما فيش فيها مشكله، لكن قد في تخصصات تانية او امراض تانية مثلا لا، بيبقى محتاج ان هو ياخد حاجه في الوسط، بيبقى محتاج لازم تمام. جرعه دواء حاجه فلانيه، واظن ان دوت طبعا برضو بيبقى عنده مشكله في القصه ديت، وبالتالي بيبقى الدكتور بتاعه بيقول له لا انت لازم تفطر عشان الدواء دوت، او ممكن ان الدواء دوت كمان ياخده ومحتاج ان هو ياكل بعديه، او محتاج ان هو يبقى ليه تاثير بشكل تمام. معين، ما ينفعش ان هو يصوم. بالظبط يا فندم بالظبط. لكن في ادويه ممكن حضرتك تتظبط في وقت اللي هو بالزبط. ما بين الفطار وما بين السحور. بالظبط، نتعامل معاه كما لو كان فطار وعشاء. تمام، انا قلت ما بين الفطار وما بين السحور. بالظبط يا فندم. ايه هي الحاجات اللي في اكلنا ناكل ايه ما بين الفطار وما بين السحور عشان برضو نستفيد من الصوم او فتره الصوم اللي احنا قضيناها؟ بص يا فندم، هو خليني اكلم حضرتك عن حاجه اسمها السكند ميل افكت او السحور بشكل اساسي. يعني تمام. السحور ناس كتيره بتظن ان هي شطاره ان هو ما يتسحرش، كما هو نفس الشخص برضو اللي هو بيقول لك انا ما اتعشاش، انا عامل دايت فما اتعشاش. تمام. طبعا دي مش حاجة سليمة يعني إطلاق. السحور مهم جدا، لكن أنا عاوز أعرف حضرتك ما بين الفطار وما بين السحور، يعني إحنا هنوصل للسحور على وجبة طبعا، على وجبة الفطار بالنسبة يعني حضرتك قلت وجبة الفطار ما ناكلش جامد والحلويات والكلام ده بالزبط. لكن هل في حاجات حضرتك هتقول للناس تاكلها ما بين الفطار وما بين السحور، السوائل المهمة؟ ده اللي أنا عاوز أفهمه بالتأكيد أو أعرفه من حضرتك. بالتأكيد، مثلا يعني مثلا لو إحنا بنتكلم على قصة السوائل بالتحديد، إحنا محتاجين إن إحنا نزود السوائل اللي إحنا بنشربها، لأن طبعا وخصوصا اليومين دول يعني احنا في جو حر جدا. بس كتير من الناس برضو يقولك ايه، انا وقت الفطار بشرب كتير جدا جدا جدا، بشرب كميات كبيره جدا، ويجي برضو عند وقت السحور يقولك عشان بقى هنصوم وبتاع فنشرب كميات كبيره جدا من السوائل. الحقيقه ان هو يعني من ميزات ربنا ومن نعمه ربنا سبحانه وتعالى علينا، يعني ان احنا جسمنا مش بيحتفظ بالميه، يعني جسمنا لو احتفظ بالميه يبقى شيء مرضي خلاص، مش بيقدر يخرج الميه. فانت حضرتك بتشرب ميه كتير صحيح ات تايم، يعني في وقت معين، بس بعديها بشويه بتخش التويلت، بتخش الحمام، وجسمك مش بيستفيد غير بشكل وقتي جدا من الميه ديت او من السوائل ديت. طب وبالتالي برضو في السحور حضرتك بعد ما بتشرب وخلاص بيبدا الصيام شويه وبتخش حضرتك التويلت والموضوع بينتهي عند كده يعني. طب يا دكتور، يعني حضرتك عايز يعني نشرب ولا ما نشرب؟ لا طبعا تشرب، بس انا اللي انا عايزه ان حضرتك توزع الشرب دوت من وقت الفطار لحد السحور، يعني كل شويه تشرب كل شويه تشرب. واحد يقول لك طب انا مش عايز اخش الحمام. لا ده انت لازم تخش الحمام عادي، انت لازم تشرب سوائل عشان تعوض الحاجات اللي انت بتشربها. ولو سمحت الشاي والقهوه سوائل طبعا. بس هسال حضرتك نشرب ايه؟ ايه المهم؟ ايه المفيد؟ طبعا الميه رقم واحد اكيد، العصائر الفريش رقم اثنين، الشاي والقهوه طبعا، يعني انا شخصيا من الناس اللي بتحب القهوه وهي مفيده مش مضره، بس يا ريت حضرتك تبقى عارف انها مضره للبول. يعني فيها زنسينز وديت مضره للبول، وبالتالي بتدفعك انك تخش الحمام وتفقد برضو سوائل خلاص. فلازم تبقى حاسب الموضوع دوت بشكل يعني عام تماما، يعني ممكن تحسبها نص الكميه اللي هي بتشربها. مع احترام ان حضرتك على الاقل تشرب من 3 ل 4 لتر، ده طبعا بشكل عام جدا يعني ما بين كل الناس في الفتره اللي هي من الفطور لحد السحور. حضرتك اتكلمت عن الحلويات واضرارها، لكن خلينا واقعيين، احنا في شهر رمضان والناس بتحب تاكل حلويات كتير. طيب ازاي بقى ياكلوا حلويات بس بصوره او بطريقه سليم؟ يعني فندم بسياسه الامر الواقع طبعا، يعني احنا خلاص احنا في امر واقع، هناكل حلويات هناكل حلويات. مفهوم مفهوم. طيب يعني في حاجات بشكل عام، اولا لو سمحت حاول الحلويات دي ما تبقاش على معده فاضيه. لو سمحت، لان خد بالك يعني وانت صايم ما تحكمش على رغبتك في الحلويات، احكم على رغبتك في الحلويات بعد ما تفطر خلاص. دي حاجه. الحاجة التانية، يا ريت في الحلويات بتاعتك ديت او السكريات ديت تدخل الفاكهة بشكل عام اللي هي مسكرة برضو. يعني استعمل الفاكهة كنوع من الحلويات او المحليات اللي انت ممكن تستعملها اثناء فترة الفطار. يعني تالت حاجة، ما تركزهاش في وقت واحد، حاول يعني تبعدها، يعني مش دلوقتي هاكل الصينيه بتاعت الكنافه او صينيه اللي مش عارف ايه خلاص. تمام. طبعا لو حضرتك عندك مشاكل في السكر او عندك مشاكل في الدهون او عندك كبد دهني او انزيمات الكبد عاليه، لو سمحت ابتعد عنها قدر المستطاع. اخيرا زي ما قلت من شويه، قصه ان انت لو من الاشخاص اللي هم نازلين يشتغلوا او رايحين يعملوا حاجه، اعرف ان الحلويات ديت لما بتزيد هتخليك مش مركز في الشغل بتاعك. يعني لو كلت حلويات كتير مش مركز في شغلي. بالظبط يا فندم، ده بيبقى مصاحب لفتره اللي هو الدروخه، او شخص عايز ينام بعد الفطار. او انا كفايه كده بقى، طب انا اروح انام شويه، طب انام لي ساعه، الكلام ده كله. حتى لو كلت يعني حاجه بسيطه، يعني لو انا مش هاكل جامد بس، لا لا مش برضه هتؤدي للخمول ده؟ والله يا فندم بص، هي بتختلف من حد للتاني طبعا. حاجه بسيطه دي حاجه فاريبل برضه، بتختلف من شخص للتاني يعني، واخد بالك. لكن بافتراض ان هي حاجه بسيطه فعلا، ما اظنش يعني. لكن هم بينصحوا دايما ان هو يعني نحترم فتره الاربع ساعات
4 ساعات بالتحديد كفتره، هي الفتره اللي ما بين اكل الحلويات ديت وما بين ظهور الاعراض اللي حضرتك حكيتها لحضرتك اللي هي من شويه بتاعت التريبتوفان والسيروتونين، وان الواحد يشعر بخمول ويشعر ان هو عايز ينام او مش مركز او الكلام دوت. فيعني الفتره اللي حضرتك هتنام فيها قبلها باربع ساعات او بثلاث ساعات مثلا ممكن تاكل قطعه الحلويات ديت لو حضرتك يعني، ويا ريت ما تبقاش عاده بشكل يومي يعني. يعني ناكل حلويات بس نسمع كلام دكتور اسامه نظبط الدنيا شويه. وناكل فاكهه باعتبارنا حلويات. الفاكهه بقى هل ممكن نستبدل الحلويات بالفاكهه؟ يعني اكيد حضرتك هتقول لي نعم، هتقول لي يعني بص زي ما قلت برضو زي ما قلت لحضرتك من شويه، يا ريت يا ريت لو سمحت نستعمل الفاكهه في كل يعني بجانب الحلويات، تبقى في فاكهه وفي حلويات خلاص، بلاش السكر اللي هو بشكل مباشر، بلاش السكر اللي بشكل مباشر ده دلوقتي يعني توصيات WHO والجمعيات الطبيه كلها ان احنا نكون محددينه جدا خلاص، وبيحسبوه دلوقتي في كل الاكل بتاع اليوم كله، يعني مش سكر ابيض بس خلاص. فدي نقطة يا ريت نحترمها. يعني الفاكهة ليها فوائد ما بين الصيام وما بين الفطار وما بين السحور بالتأكيد غير الأيام العادية. يعني بالتأكيد. الفاكهة هتساعد في إيه؟ أو أنا يعني لو تفتكر من شوية مثلا أنا اتكلمت في الـ DHEA اللي هو الهرمون اللي هو لما بيزيد دوت ده يعني ليه علاقة بصحة الإنسان دوت أو بشبابه الدائم أو كلام من ده، وهو بيتعمل كمكملات غذائية أو كلام كده. الألياف يجب حضرتك تبقى عارف إن الألياف دي طالما موجودة بتقلل سرعة الامتصاص بتاعت السكر والدهون في الجسم، وبالتالي السكر ما يعلاش مرة واحدة، وبالتالي برضو ما ينخفضش مرة واحدة والشخص يشعر بالجوع بعدين، خصوصا بالنسبة للناس اللي بتجوع خلاص. تالت حاجة انها مليانة فيتامينات ومليانة معادن، ودي حاجة اكتر احنا اكتر الناس بنتعرض لها. كتير جدا من الناس بيبقى عندها نقص في البوتاسيوم في اوقات شهر رمضان، وعشان كده مثلا بينصحوا بالموز وبينصحوا بالبلح وبينصحوا بالكلام ده. كمان هي فيها برضو سوائل، السوائل ديت احنا ممكن نستفيد بيها، يعني مش لازم حضرتك مثلا تكون بتشرب سوائل طول اليوم، لكن انت لو اكلت فاكهه هي تحتوي على سوائل كتيره ودي طبعا مفيده، بس الفرق انها سوائل بمعادن وبفيتامينات احنا وبالياف احنا طبعا محتاجينها بشكل كبير. تمام. قبل ما ندخل ان شكل وجبه السحور مهمه جدا من كلام حضرتك ولكن قبل ما نوصل للسحور والناس هتقوم تحضر سحورها دلوقتي، هنرجع تاني للفطار، وعاوز حضرتك نعرف ايه اهم الاكل اللي يكون موجود قدامنا في فتره في وجبه الفطور. بص حضرتك الحاجات اللي لازم حضرتك شايف ان هي مهمه جدا لازم تكون موجوده. بالظبط يا فندم. بص هو بشكل تدريجي احنا محتاجين او احنا اتفقنا ان هو مش هيكون مره واحده خلاص. يعني مثلا انا بقول للناس ان هم لما يجوا يفطروا ياخدوا حاجه مثلا يكون فيها بلح او حاجه، يشربوا سوائل، يبداوا بشوربه خلاص، يا ريت الشوربه ديت يكون فيها شويه خضار، وبعدين يقوموا يصلوا المغرب ويرجعوا تاني. ممكن ناخد الجزء اللي فيه كربوهيدرات اللي هو مثلا خضار او رز او مكرونه حسب كل واحد طبعا الفرق ما بين حد والتاني وحسب حالته الصحيه، وبعدين بعد كده بنروح ان احنا نصلي لصلاه العشاء. صلاه العشاء المفروض ان هي فيها مشي، حضرتك مشيت لحد ما رحت، وبعدين صلاه العشاء وصلاه التراويح في حد ذاتها فيها حركه، واحنا قلنا ان ده لازم يكون مقرون بالصوم الصحي، ده بيقلل من فقدان الكالسيوم اللي بيكون موجود. بعد كده حضرتك بترجع بتاخد جزء البروتين اللي انت ما اكلتوش لسه في الفطار، اذا كان فراخ اذا كان لحمه اذا كان سمك زي ما يكون. تمام. بعدها بشويه بناخد الجزء المهم جدا اللي هو الالبان، منتجات الالبان اذا كانت زبادي او اذا كانت هنكمل كلام دكتور اسامه بعد اذن حضرتك. في معانا اتصال تليفوني. ام عبد الرحمن. ام عبد الرحمن السلام عليكم، معاكي دكتور اسامه اتفضلي. السلام عليكم. وعليكم السلام، اتفضلي حضرتك. لو سمحت كنت عايز اسال الدكتور. اتفضلي حضرتك. يا دكتور لو سمحت، انا من سنتين ثلاثه كده جات لي حاله زي يعني شخصها الدكتور يعني ايه، كان عندي كوليسترول عالي، السكر الصايم عالي، وكانت الدهون الثلاثيه برضو عاليه. تمام. والضغط مرتفع. فمن الفتره اللي فاتت كان يعني دايما الصايم كان عندي مرتفع، يعني اول ما بدا كان 140 الصايم. تمام. فمن وقتها الدكتور كتب لي على منظم، ومن ساعتها انا باخد يعني مستمره في اخذ العلاج المنظم. تمام. جلوكوفاز. بس يعني دلوقتي مثلا الصايم عندي 130 120 احيانا. طب والفطر يا فندم؟ الفطر ساعتين بيطلع كويس؟ الفطر الاقيه 94. ما بيطلعش عالي الفطر. يعني دكتور الفطر ساعتين بيطلع عالي ولا ما بيطلعش؟ بعد الفطار بعد الاكل بساعتين الاقيه مش عالي. ما بيكونش عالي. 94 لو هو مثلا 120 صايم الاقيه بعد الفطار 94. ف
فانا يعني بدات اقرا واشوف، فقريت حاجه اسمها المتلازمه الايضيه. هل مظبوط انا الحاله دي تنطبق عليا؟ هو حضرتك وزنك قد ايه يا فندم؟ نعم، وزن حضرتك قد ايه؟ انا وزني يا دكتور يعني في مثلا من سنتين كان 112. 112 يعني ساعتها ساعه الاصابه كانت 112، انما دلوقتي انا وزني يعني 95. تمام. طول حضرتك؟ نعم. طول بتاع حضرتك يا فندم؟ مستمع يا دكتور. الطول يا فندم، طول حضرتك كام؟ طولي 168. تمام، عظيم. احنا عملنا سونار قبل كده على بطنك؟ عملتي سونار خالص؟ لا والله يا دكتور ما عملتش، بس من زمان قوي يعني الدكتور كان قال في دهون على الكبد. مفهوم. أوكي. مفهوم يا فندم. أوكي. وبعدين انا طبعا ليس طبعا ما فيش يعني حركتي قليله وكده، يعني الوزن مش قادره برضو انزله كتير اكتر من كده. السن يا فندم، السن قد ايه؟ وبعدين في الصيام بيحصل لي انا حاله خمول فظيعه بعد الفطار. تمام. رغم ان انا يعني سن حضرتك يا فندم؟ منظمه الاكل وكل حاجه. سن حضرتك كام يا ام عبد الرحمن؟ سن حضرتك كام؟ 44. 44. تمام. اوكي. نشكركم يا عبد الرحمن. وصل السؤال دكتور اسامه. فندم زي ما المدام بتتكلم، الميتابوليك سيندروم او اللي هي متلازمه الايدو ديت ليها حاجات كتيره جدا. ارتفاع الدهون احد العناصر بتاعتها، ارتفاع اليوريك اسيد احد العناصر، الكبد الدهني، اللخبطه في السكر، الكلام ده كله. ودي طبعا بتبقى مصحوبه بزياده في الوزن. الفكره يبدو ان المدام زي ما هي بتتكلم هي لسه ما جالهاش سكر، بس هي دلوقتي عندها انسولينوزيس، مقاومه للانسولين، او بنقول عليه بري دايابيتس اللي هو قبل ما يحصل السكر. تمام. الفتره اللي قبل ما يحصل السكر المفروض انها بتعمل تحليل موجود في المعمل اسمه جلوكوز جي دي تي، اللي هو جلوكوز توليرانس تيست. ده بيحللوا السكر كل نص ساعه صايم وكل نص ساعه عشان يقدروا يحددوا الموضوع ده بشكل مظبوط يعني. طيب ده معناه ايه؟ معناها ان هي مستنيه وقت عشان يظهر السكر، يظهر فعلا، وتبقى محتاجه فعلا انها تاخد علاج وما ينفعش انها توقف. تمام. يعني هي هتروح تعمل التحليل ده عشان تشوف هي عندها قابليه لظهور السكر ولا لا. بالظبط، دي نقطه. تمام. ازاي احنا نتفادى دوت؟ ايوه تمام. المفروض ان احنا نبدا نصلح السبب. يعني اولا المدام بتشتكي دلوقتي انه هي عندها طول الوقت وهن ومكسره وموخمه ومش قادره انها تركز في الشغل بتاعها. الكلام ده كله بيبقى مصحوب بتكسير جامد جدا في العضلات، وهي لسه خسرانه وزن. انا محتاج طبعا ان انا يعني ان انا اشوفها او ان انا افحصها كويس عشان اشوف الوزن دوت خسيته بشكل سليم ولا مش بشكل سليم، لانه ممكن جدا يكون من العضلات مش من الدهون، وبالتالي هي كده ما بين قوسين تكون تخنت، لانه نسبه الدهون بتاعتها هي اللي زادت مش نسبه العضلات. يعني ام عبد الرحمن هتروح تعمل التحليل اللي حضرتك قلت عليه. تمام. في نفس الوقت محتاجه فحوصات ثانيه. بالظبط يا فندم. السونار دوت اللي هو مطلع دهون على الكبد، محتاجين نعمل انزيمات على الكبد، لان محتاج اشوف ان الدهون ديت اثرت على الكبد بالسلب ولا لا، ونبدا نعكس القصه ديت، يبقى عندنا فرصه هايله جدا ان احنا ان شاء الله ما يحصلش سن. تمام. ما يحصلش سكر. تمام. وقتنا جري بسرعه دكتور اسامه، ونصايح قيمه خدناها من حضرتك. بشكرك على وقتك، كل سنه وحضرتك طيب ورمضان كريم. الله اكبر. دي كانت اخر فقره عندنا النهارده في سهرتنا من ابتسامتك صحه. استفدت كتير ان انا اكون معاكم. كل سنه وانتم طيبين، رمضان كريم، الى اللقاء. دم دودم دم دم دودم دم 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 د